واروح للكابتن حسام البدري طبعا مدير الفني النادي الاهلي، ابارك له على الفوز الرابع على التوالي النهارده مع النادي الاهلي وتصدر الدوري المصري برصيد 12 نقطه. كابتن حسام الف الف مبروك النهارده كابتن حسام. الله يبارك فيك يا كابتن كريم، الله يخليك. والله حاجه رائعه جدا وبدايه رائعه مع النادي الاهلي، كل مباراه النادي الاهلي مستواه بيتطور وماشي بشكل مستقر. الله يخليك يا كريم، الحمد لله. طبعا في البدايه طبعا بعزي انفسنا في الشهداء طبعا، في شهدائنا طبعا، وفي نفس الوقت اكيد بقول النهارده فوز كان مهم جدا، ويمكن انا كنت لسه بتكلم معاك قريب بقول لك ان كان في صعوبات الفتره اللي فاتت على اساس كان في ارتباطات للمنتخب الاول وبعض اللعيبه اللي موجوده في المنتخب العسكري، فيمكن اتجمعنا قبل المباراه بعد فتره توقف طويله شويه نتيجه التزامات المنتخبين، يعني المنتخب الاول والمنتخب العسكري. فالحمد لله طبعا يمكن الفتره كانت بسيطه، لكن تركيز اللعيبه واصرارهم برضه في نفس الوقت ظهورهم بشكل مرضي جدا بالنسبه لي النهارده على الفترات وبالذات في الشوط الثاني بشكل جيد، باداء بالذات في الناحيه الهجوميه في بعض الاوقات بشكل مميز. فطبعا بشكر اللعيبه والحمد لله على الفوز النهارده، اكيد نقطه ايجابيه ومهمه جدا في مشوارنا باذن الله. كابتن حسام، يعني النهارده بعد ما حضرتك احرزتوا الهدف الثاني النادي الاهلي، حسيت ان حضرتك بدات تجرب بعض اللاعبين وتدي فرص لميدو جابر وصالح جمعه وكريم نيدفيت وتحط كريم نيدفيت مهاجم، حسيت ان حضرتك بتعمل اكتر من تركيبه، وبرضه حسيت بحاجه كده وانا بتفرج على المباراه ان انت بتقرص مهاجمين النادي الاهلي لما لعبت كريم نيدفيت مهاجم. حسيت بايه؟ بمهاجمين؟ سوري ما سمعتش الكلمه الاخيره. بتقرص عمرو جمال مثلا، بتقول له يعني ايه شد حيلك شويه عشان انت يعني مش انت عمرو جمال، انا ممكن العب نيدفيت. لا حسيت كده يعني. لا هو طبعا يمكن بالظبط زي ما انت بتقول في الحته الاولانيه، انا بدي فرصه لبعض الناس، مشاركه بعض الناس. صالح بعد ما رجع يعني وجاهزيته الى حد ما مقبوله، لكن لازم الجاهزيه تبقى افضل من كده بكتير. فرصه برضو لميدو على اساس ان ميدو محتاج يشارك معانا في مباريات رسميه، لان طبعا التدريب غير المباريات، فيمكن بعد النتيجه بالفعل اديت فرصه لميدو اديت فرصه لصالح، وعشان اديهم فرصه كان لابد ان مش هينفع يعني الا استخدم كريم نيدفيت في راس الحربه، وكان في المنتخب الاولمبي بيلعب معايا بيلعب في الحته ديت. ايوه. على اساس ان ميدو بيلعب على الاطراف، فهي بالظبط زي ما انت بتقول هي فرصه للاخرين وتجهيزهم للمباريات اللي ان شاء الله. كابتن حسام، يعني شايف الفتره اللي جايه ازاي بالنسبه للنادي الاهلي؟ والاهلي مركز في الدوري، الاهلي ما عندوش غير الدوري في الفتره الحاليه. والله فتره طبعا الدوري صعب يعني زي ما انت عارف، يعني لسه مشوار الدوري طويل جدا والمنافسه فيه بتبقى صعبه، احنا بقينا اربع مباريات بس ولسه هتبقى في توقفات ثانيه، يعني لسه في توقف ثاني خلال شهر نوفمبر، وبعدين بعد كده هيبقى توقف في شهر يناير عشان بطوله الامم الافريقيه، وشهر نوفمبر عشان لقاء غانا الخاص بالمنتخب الاول، وفي يناير هيبقى في المنتخب الاول والمنتخب العسكري برضه عنده بطوله في عمان ان شاء الله. فالدوري لسه هيبقى طويل وفي توقفات كتيره، وهيبقى عندنا مجموعه كبيره موجوده ان شاء الله في المنتخبين سواء المنتخب الاول او المنتخب العسكري، فالمشوار هيبقى طويل، وفي نفس الوقت لابد ان يبقى في عندك العناصر اللي هي مش موجوده في المنتخبات جاهزه بشكل كويس، بعض قاعدين الشباب لابد ان انت يبقى في برضه عناصر مستوعبه الشغل اللي انت بتشتغله موجوده وجاهزه، فاحنا بنمشي في كل الخطوط ديت، لكن اكيد ان كل مباراه بالنسبه لنا بتبقى مهمه جدا. انا بشكر اللعيبه لان بقول لك بتبقى في صعوبات في التوقفات ديت، وان الهيكل بيبقى مش مكتمل في معظم التدريبات، لكن النهارده الحمد لله انا بشكر اللعيبه على ادائها في فترات في المباراه مميزه جدا، وبالذات الناحيه الهجوميه والتنظيم الدفاعي الحمد لله. يعني احنا انا بقول خلال اربع مباريات انت جا فيك هدف واحد بس عن طريق ضرب الجزاء برضه، ففي برضه في الناحيه الدفاعيه في تنظيم. بشكر كل اللعيبه وان شاء الله باذن الله يعني بنقفل كل صفحه بنخلص منها وبنفكر في اللي جاي ان شاء الله. لسه اجايه يا كابتن ما تاقلمش مع النادي الاهلي عشان ياخد فرصه في المشاركه في الماتشات الرسميه؟ لا هو شارك معانا، هو شارك معانا وهيشارك ان شاء الله، لكن هي طبعا الموضوع انت بتلعب يعني بتبقى 11 لاعب والتغييرات بتبقى ثلاث تغييرات، وفي اهداف كثير عاوز تبقى كل المجموعه اللي حواليك جاهزه وشاركت وعندها احساس المباريات، فهي دي بس الصعوبه، لكن ان شاء الله هيبقى عنده فرصه في الفتره الجايه ان شاء الله. رايك ايه في الزمالك النهارده؟ هل اتفرجت على المباراه كابتن حسام ولا ما شفتش؟
لا ما شفتش المباراه طبعا، لان المباراه كانت الساعه 3 وكان تجهيزنا للمباراه، لان المحاضره بتاعتنا كانت الساعه 4 كنت بحضر طبعا للشغل، واللعيبه كانت مركزه في المباراه. لكن طبعا كلنا كنا مع فريق الزمالك، وقلوبنا كان مع فريق الزمالك، وتفكيرنا في مباراتنا برضه، لكن كلنا وراء فريق الزمالك. وانا يمكن وجهت رساله قلت ان لسه الفرصه قائمه، ان شاء الله الموضوع مش صعب، لسه في امل، في جماهير ان شاء الله هتبقى موجوده في برج العرب باذن الله، هتدي دفعه كبيره جدا لعيبه الزمالك. لابد يكون عندكم ثقه، وزي ما قلت يعني هي الاطراف كلها لابد تتبادل الثقه في الوقت دوت، من الاداره او الجهاز الفني واللاعبين، ولابد الشعور ده يبقى متبادل بينهم كلهم عشان يقدروا يتعاملوا مع المباراه بشكل كويس ان شاء الله. بشكرك كابتن حسام، واتمنى لحضرتك التوفيق، وما شاء الله يعني حاجه رائعه جدا مع النادي الاهلي. تحياتي. الله يخليك كابتن حسام.